مش خايف؟ ما خايفش ما خايفش، اجي ديال الله. تسلم الله يشفينا ويشفي جميع. إن شاء السلام الله. عليكم. يبقى الناس مثل الناس. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأوفياء، أينما كنتم، فضل دائما القضايا والنداءات والحالات الإنسانية. حنا كنتواجدوا في مدينة مكناس مع واحد الحالة اللي هي نادرة، حالة مرضية نادرة. سيمجيت كان حارس ومازال حارس ديال عمارة، إحدى العمارات في مدينة مكناس، كان في صحة جيدة، تعيش حياة عادية، تبارك الله بصحته، يمشي يجي يدير الواجبات ديالو اللي كيدير يوميا المهنية. حتى واحد النهار يطيح في الفراش. كيفاش وعلاش وفوقاش بدا هادشي، وشنو هو السبب ديال هادشي والنتيجة ديال هادشي؟ هادشي اللي غنعرفوه وغنعرفو شوية منه من سيمجيد. سيمجيد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عاود لينا، يعني في الكواليس قلتي لنا بلي كنتي انسان يعني عادي، كتجي كتخدم حارس ديال هاد العماره. فوقاش بديتي في هاد العماره؟ هادي بديت فيه في 98. نعم، بديت هاد العماره، بديت هاد العماره في 98. كنت مزيان، ما خصنيش حتى خير، خدام خدمتي، تندير الواجب ديالي، وحتى لهاد العام هذا تسلط عليا هاد المرض هذا. ما عرفتش كنتي بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار يتسلط عليك المرض. كيفاش بداك المرض؟ بداني المرض بواحد الحجازه حداه ودني هنايا، حكيتها هي هادي، قلت انا شي حاجه بقيت هادي حتى تنشوف راسي ناض عليا هاد الحبوب هذا بدا تينوض تينوض. مشيت لعند الطبيب، واحد الطبيبه هي شافتني، عطاتني شي بومادات وشي كينات، بقيت نتبع معاها شي ثلاث المرات، شويه دفاع عاوتاني ولا لي هاد الشيء. عاود مشيت عند واحد الدكتور اخر دار لي شي تحليله، مشيت ديتها له، قال لي واحد التحليله عندك خصك 5000 درهم باش ديرها. ما عاودتش وليت عنده، مشيت عند واحد. هادشي يلاه بداك شحال المده تقريبا؟ هادي مده من شهر 3 بداني هادشي بشويه بشويه. يعني في مارس، يعني من 1998 وانت خدام بخير وعلى خير وبصحه جيده وعايش بوحدك كيف ما قلتي لي في الكواليس، يعني ما كاين معك حتى واحد من عائلتك، عايش بوحدك في هذه العماره. الى سنه 2022 في شهر مارس بدات كتبان الاعراض ديال المرض. كيفاش بدات؟ بدات قلتي لي فقط بحبوبه اللي بديتي كتحكها ومشيتي للطبيب وما بان والو. ما بان والو اختي، حتى حاجه ما بانت عليا. عاود في الاخر مشيت عند، قالوا لي سير عند واحد العطار ديك مول العشوب، عطاني شي بومادات وشي حاجه، ساعه ما دار لي والو، شي جاي تجاهل عليا كثر عليا. تطلع لك في الجسم ديالك كامل؟ جايداتي كلها من راسي حتى لرجلي، كلي تنحك، ما تنعس كاع، ما تنشوفش النعاس كاع في يدي. يعني بديتي كتحك 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 حتى بدا كيخرج لك في رجليك، في يديك، كنشوفوا الان كنلاحظوا راسك، شعرك، حتى هو كل من راسي حتى لرجلي، الدم كاع بدا تيسير. الدم تنبقى نحك نحك نحك، ما تنشعرش بالحقان، حتى تيسير الدم عاد تنهدى من الحقان. وهادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني نادرا هاد الحالة اننا نشوفوها، فانت ما عرفتيش شنو عندك فاش مشيتي عند الطبيب؟ على الاقل تسولو غير شنو هو النوع ديال المرض اللي عندك باش يشخصوا لك؟ ما قال لي حتى حاجة. واش جلدي زعما ولا من الداخل ولا ما قال لي حتى شي حاجه. هذاك اللي مشيت عند العطار قال لي هذه النار الفارسيه، قال لك هادشي اللي قال لي. كيفاش النار الفارسيه؟ ما نعرف، قال لك هذه النار الفارسيه، ما فهمتش، قال لي هذه النار، الطبيب ما يعرفهاش هذا المرض هذا. وهادشي اللي عطى الله هو. وانت فاش كنتي كتمشي عند الطبيب كنتي كتمشي للطبيب عادي ولا اخصائي؟ لا الطبيب هذا نتاع الفلوس. يعني زعما كنتي كتمشي للكلينيك المصحه عند الطبيب باش يشخص لك؟ صافي هادشي اللي عطى الله، حبس ما لقيت جهد. دابا نتايا ما بين يوم وليله لقيتي راسك ولقيتي الجسد ديالك في حاله اخرى، وما عارفش راسك حتى النوع ديال المرض اللي عندك كاع نهائيا. شنو كطلب؟ شنو الحل اللي تقترح؟ شنو هي المتطلبات ديالك السي مجيد؟ انا تنطلب غير من الناس المؤمنين يعاونوني. علاش كتبكي السي مجيد؟ هذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، وراه الا كتب لك صبره غتبرى ان شاء الله. فعلاش كتبكي؟ ايوا الظروف،
الظروف ما ساعدتني. مش خايف؟ ما خايف هادشي ديال الله، تطلب من الله يستفيد ويشافي جميع. هادشي لعند الله. إبا النعاس مثلا، النعاس دادي كلها يعني تحرمتي من النعاس، تحرمتي من انك تحرك عادي، ما بقيتيش كتخرج سمعنا من يعني من الدراري ديالكم ديال الجيران اللي ساكنين في العماره، قالوا بلي يعني كنتي نشيط وديما تخرج ويتلاقاوك في القهوه، ما بقيتيش كاع كتخرج، ما بقيتيش. علاش؟ لا والو ما بقيتش، شو حالتي كي دايره وكل شيء اللي تيجي تشوف فيا بالك هادشي، عييت بالسؤالات الناس، ما بقيتش نخرج كاع. يعني المظهر ديالك زاد كمل عليك واثر عليك حتى نفسيا؟ نعم ايه، اثر عليا نفسيا، تشوف حالتي والناس تشوف فيا بشي شوف، ما نعرف تيقول كان غادي نتعادى وما نمشيش عنده وما ندخلش عنده، وكرهت راسي في هذا الهضره ديال الناس وهادي هادشي اللي عطل الله. وانا تنطلب من المحسنين يشوفوا معايا هادشي اللي بغيت. يعني بغيتي الله يكثر خيرهم، يا يديروا لي الطبيب ولا شي حاجه يديروا لي، ولا انتوا ولا اللي كان يديروا معايا، انا ما بحاليش كاع، ما تنقبص بزاف، سيبهم راه بزاف اللي غادي نسير على راسي. وعايش بوحدك؟ عايش بوحدي يعني سنوات سنوات سنوات. سي جمال، سي مجيد عفوا، عايش بوحده، لا حنين لا رحيم لا اللي غادي يقابلو. النهار اللي طاح من سنة 1998 حتى ليومنا هذا، ما لقاتش شي واحد في جنبه من غير الجيران ولاد الجيران اللي تربوا على يديه وكبروا قدامه. العلاقة اللي كتجمعني بهذا السيد هذا هو أنايا من السكان ديال هذه العمارة اللي هو حارس ديالها، كتجمعنا بواحد القرابة ديال 26 سنة اللي حنا كبرنا مع هذا السيد هذا، وكنا كنشوفوا فيه بوانا وخونا وفيه كلشي ديالنا. ما السيد كيعيش بوحدو، حنايا راه حنا عايش معانا، عايش في وسطنا، كنحسبو خونا ولا بانا الكبير حنايا. لا الحالة هادي كنشوفو، هاد الحالة ديالو زعما دقينا البيبان كاملين، الحالة ديالو حالة كارثية. كتشوفي السيد كي لحمو كيطيح نهار على نهار، السيد كيتوفى نهار على نهار، ما كاينش دقينا البيبان كاملين حتى شي واحد، زعما ما كاين حتى شي حل. سيد بوحدو، عايش بوحدو، ما كاينش زعما ولادو بعاد عليه، عنده ولدو بعيد عليه، العائله ديالو زعما ما هاد السيد هذا ما يقدرش يدق على هاد السيد. حنا اللي جينا عنده، ماشي هو حشم يخرج كاع عند الناس. هاد السيد هذا تيحشم يخرج كاع عند الناس، يحشم بعدا. هو كان عادي بصحه جيده؟ صحته السيد كان عادي، السيد تيتمشى عادي، كنشوفوه كل صباح تيفيق السيد تلقاه 6 الصباح فايق، ديما مفاطر في القهوه اللي كاينه في الجنب ديال العماره اللي كنسكنوا بها حنايا. واحد اليوم حتى تنشوفوا الحاله ديالو التدهورات، تنشوفوا السيد كيكون جالس حتى وجهه زراق، تيحك مسكين، تيحك ذاته كامله طاحت عليه. مؤخرا اللي تزاد عليه الحال بزاف كاع، ما بقاش يقدر يخرج، ما بقاش يقدر يجلس في القهوه، ما بقاش يهضر مع الناس ولا تيحشم. السيد شوفي الحاله ديالو، هي اللي كتبان لك دابا، انت اللي شتي هاد الحالة ديالو مباشرة هنايا. بالنسبة للمرض ديالو مشى شي طبيب؟ ما عرفتيش شنو السيد مشى للطبيب، السيد مشى للطبيب مالو الخاص، مشى للطبيب الخاص، الطبيب اللي كيمشي عنده كيقول له حقا 4000 درهم 5000 درهم ديال لي زاناليز، والسيد كيمشي من مالو الخاص. عارف بعدا شنو عنده؟ شخصو المرض؟ ما شخصو له لا، التشخيص ما عطاوه حتى شي تشخيص، ديغنيغمون داروا له لاناباط، حيدوا له واحد العينه من الدات ديالو باش يعرفوا ديالاش هذاك ديك الحاله اللي هو فيها. قالوا له حقا خصك دير واحد لي زاناليز، ملي مشى شاف دوك لي زاناليز لقاهم 5000 درهم. خلاص سكن العماره راه كاين اللي تساعد معاه في النهار الاول بالدواء ديالو وبالمسائل ديالو، الناس على قدر الاستطاعه ديالها، ولكن راه السيد ما وصل لهاد الحاله هادي، مشى للمنابر الاعلاميه، راه حتى الحاله ديالو راه ما راه ماشي في الاستطاعه ديالو. شوفي حاله مستعجله، حاله نادرة، السيد راه ما يمكنلوش يبقى في هذه الحالة هذه، يعني في أقرب وقت هذا السيد هذا خصو يتعالج وخصو يمشي للطبيب، راه الطبيب اللي تيدق عليه راه الطبيب في المخزن كيمشي، راه ما كاينش اللي تيبغي يشوف فيه ولا يقبطو ولا يشوف فيه. السيد راه جا وسد على راسو في دارو وسد عليه. السيد راه ما يمكنناش نسمعوا واحد النهار باللي راه توفى في وسط دارو وما وقفنا معاه ما حتى شي حاجة. هذا الشيء راه ما يمكنش، راه ما يمكنش هذا الشيء، السيد راه حالة يرثى لها. دائما تعودنا أننا نشوفوا في المغاربة الكرم ونشوفوا الحنان ونشوفوا التعاطف وكذلك الرحمة. احنا على أبواب عيد الأضحى، عيد الأضحى يعني هو الشهر
اولا اليد اللي كيعرف النوع ديال التآزر والمعاونه والمساعده. سي مجيد ما بغا والو من غير انا صحتو ترجع له كيف ما كان باش يقدر يرجع لخدمته بخير وعلى خير ويرجع يلعب مع الاطفال ديال العماره وكذلك الجيران. شنو تبغي تقول سي مجيد باش نختم؟ اختي الله يكثر خير من اللي عاوني، الله يكثر خير الله في هذه العواشر هذه، الله يرحم الوالدين ديالو هادشي اللي غادي نقول، الله يجزيهم بخير وعلى خير. وطبيعة الحال حنا بدورنا كنشكروا الجيران ديال العماره اللي اتصلوا بنا وتواصلوا معنا وباش اننا نوصلوا الصوص ديال السي مجيد. مشاهدينا الكرام الى اللقاء.